يواجه فريق الهلال السوداني فريق سيمبا التنزاني في مباراة ودية استعدادا للموسم المقبل لكي تشاهد المباراة مع لفظ اللطاط في زر لايك القناة وشكرا لكم مسبقا ملعب المصطفى مباراة ملعب كي ام سي ستاديوم في الساعة الثالثة بتوقيت السودان والقاهرة والساعة الثانية ظهرا بتوقيت المغرب والجزائر وتونس سوف تنقل المباراة عبر الموقع الرسمي لفريق سيمبا نتمنى لكم فرجة ممتعة لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وايضا تفعيل الخاص تصل لكل لكي توصل دائما و وتفاصيل المباريات القويه والمقبله ونضرب لكم موعد في موعد قادم